دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي هذا يصب في مصلحة العراق السياسية. السنة يطالبون، الشيعة يطالبون، هنالك أكثر من 4 ملايين مهجر عراقي خارج العراق في زمن صدام حسين، هؤلاء لهم حقوق كمواطنين، عليهم أن ينتخبوا. ولذلك أنا أعتقد أن موضوع الدائرة الانتخابية الواحدة سيحل كثير من الإشكاليات، ولكن بعض الكتل السياسية التي تتصيد بماء عكر من هنا وهناك وهي مدفوعة من جهات إقليمية تحاول أن تثير مواضيع أخرى في موضوع كركوك وغيره. طيب أنا أسأل، أليس الحل الأمثل إنما يكون العراق كله دائرة انتخابية؟ حين ذاك ننزع فتيل الأزمة وتتم الانتخابات في كركوك وبقية المحافظات. طيب سيد الفاضل، أنا أعتقد لو أتينا وجلسنا إلى منظر إلى واقع الحال نعم. يعني استاذ عصام، قبل ان انتقل الى كركوك اسمح لي ان اعود للدكتور صباح. نحل كل مشاكلنا. نعم الدكتور صباح، يعني اعود اليك في بغداد، واسمح لي ان ادخل قليلا في العمق الكردي في كردستان العراق. هل سيكون حزب التغيير برئاسه نوشيروان مصطفى طبعا والقائمه الاسلاميه منافسين قويين لحزبي جلال ومسعود في القائمه المفتوحه برايكم؟ نعم. وإنما قائمة. نعم. قائمة تشكلت قبل الانتخابات ودخلوا الانتخابات الكردستانية الأخيرة. طيب. فيعني أنا أستغرب محلل سياسي يعني يقيم الأمور في كردستان، ومن يسمع الأخ عباس الموسوي يعتقد أنه الأقليم وحكومة أقليم وشعب كردستان في طوارئ، بينما نحن نقول للعالم وللعراقيين وللناس الذين يأتون إلى كردستان يشيدون بتجربة الكردستانية ويشيدون بحجم التطور والتقدم الذي وصل إلى كردستان، هذا كله واحد يضع على الرف ويكون له موقف مسبق واسمه محل سياسي، فأنا هذا أرفضه. يعني حتى الأخ عباس الموسوي لا يحترم عواطف 5 مليون كردي ويقول كردستان العراق، في الوقت الذي صدام حسين عندما كان يخطب في التلفزيون كان يقول كردستان العراق، بالرغم من المأساة اللي جلبها صدام حسين والنظام الفاشي على الكرد في العراق. هاي من جهة. من جهة ثانية يا عزيزي الكريم، كردستان في حالة، ليست في حالة ركود، بل بالعكس في حالة حراك سياسي ديمقراطي ليس له مثيل في العراق. الشعب الكردستاني شعب واعي، لديه وعي انتخابي وله قدرة على التطور بشكل غير طبيعي، وهذا ما أثبته الكردي في أو الكردستاني في الانتخابات الأخيرة، وهذا ما أثبتته الأحزاب الكردية بتقبل النتائج الانتخابية بروح رياضية. هذا كله يجعل من موقف أقليم كردستان أنه الإنسان يتباهى به ويفتخر به ويقول أنه نحن مثل شعوب العالم نفتخر بهذا الحراك طيب. الديمقراطي دكتور صباح، لو فقد الحزبان الكرديان بعض المقاعد البرلمانية، هناك توجه في ترشيق الوزارات الكردستانية من كذا وزارة إلى 19 وزارة، هناك دقة وتأني في اختيار الأشخاص الكفوءة ل دكتور صباح، يعني لم تجبني حقيقة على يا حبذا أن يتم الحديث السؤال بالتحديد عن عن دكتور صباح. سألتك هل سيكون حزب التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى والقائمة الإسلامية منافسين قويين لحزبي جلال ومسعود في القائمة المفتوحة برأيك؟ عزيزي خل أطمئن أعداء الكرد والذين لهم مواقف مسبقة تجاه الكرد، نعم، والذين يعتبرون كركوك بدعة كردية وهي مادة دستورية. طيب. أقول أن الحزب الإسلامي أو حركة التغيير أو قائمة التغيير إذا دخلت، هم حصلوا على نسبة عالية من المقاعد في برلمان كردستان، نعم، لكن هي قوى وطنية قومية كردية، سوف لن يضحوا بالمصلحة القومية للكرد والأمن القومي الكردستاني بأي شيء، لأنه هم ناس وطنيين ولهم باع طويل في النضال ضد السلطات العراقية المتعاقبة. فهذا الخيال لأعداء الكرد ليدفن من الآن. طيب. لا أستطيع أن أقول لك أنه قائمة التغيير ستضحي بكركوك، وليس هناك كرديا واحدا يؤمن بكردستانيته أن يضحي بكركوك أو أي منطقة أخرى متنازعة. فالدق على هذا الوتر حقيقة يؤجج الوضع أكثر في العراق. نحن بحاجة إلى أن نعالج الملفات لكي
نجري بالعراق إلى 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 بر الأمان. العراق ليس في مأمن إلى الآن. المكاسب الكردستانية، الكردستاني يحس أنه مكاسبه غير مؤمن عليه. طيب. فتارة يهددون بعصر 17%، وتارة كركوك، وتارة نفط. إذا هناك 4 أو 5 مليون كردي لا يزال لا يحس بأمان اتجاه حكومة الفيدرالية. يعني طيب سأعود إليك على دكتور صباح إذا أرادوا لأطرح حقيقة. لدي نقطتين بقيت معك دكتور صباح، سأعود إليك في سياق الحلقة. أستاذ عباس الموسوي تعليق كبداية. والله مع كل الأسف الصوت ما كان واضح، صوت الضيف الآخر ما كان واضح، ولكن أنا حسب ما فهمت من عنده وأقول وأؤكد دائما أن القضايا التي طرحها الأخوان في التحالف الكردستاني هي التي أزمت الشارع عليهم. قضية كركوك قضية وطنية عراقية، لا يمكن لأي من السياسيين العراقيين أن يفرط بكركوك، ولكن كل السياسيين العراقيين يأملون أن يجدون حلا توافقيا لكركوك أن تبقى كركوك بحد ذاته. يعني كان هناك تذمر من الدكتور صباح والأستاذ عصام كذلك في بغداد، يعني كلاهما تحدث عن وجود تغيرات حقيقة إيجابية في كردستان العراق، وتحدثا عن وجود ربما جامعات ومدارس وديمقراطية عالية، ويعني كان بالعكس من التيار الذي كنت تسبح فيه. أستاذ عباس، أنا أقول يعني إذا أردنا أن نصلح أن نذكر الأخطاء. نعم. هنالك أخطاء، ولو كان الأخوة في كردستان يعيشون كما في سويسرا لما استطاع حزب خلال انتخابات وفترة قليلة أن يحصل على 30% من مقاعد البرلمان الكردستاني. يعني هذا الجواب واضح لهم أن هنالك أخفاقات من سلوكيات البيشمركة، من تجاوز الأخوة الأكراد على الموصل، من مطالبة الأخوة الأكراد بكركوك في المناطق المتنازع عليها، حتى داخل الشارع الكردستاني بغض النظر لو الأخوة الأكراد بأجمعهم متفقين على أن كركوك والمناطق المتنازع عليها هي حق قومي للأكراد، لماذا الشارع الكردي صوت وأعطى وسحب الثقة من 30% من هذا الشارع الكردي، سحب الثقة من هذين الحزبين وأعطاها إلى حزب التغيير؟ أن هنالك خلل موجود على الساحة، هنالك تجاوزات وانتهاكات إلى حقوق الإنسان، هنالك مافيات مالية موجودة في أربيل وفي سليمانية هي التي تسير الأمور. يجب أن نشخص الأمور ولا نجامل، بالتأكيد نسبة باستطاعتنا أن نجامل وأن نقول ونجعل الألوان وردية ونقول كردستان هي جنة الله على الأرض، ولكن بالواقع بالانتخابات القادمة يأتي الناخب طيب الكردستاني طيب ويسحب الثقة بالكامل من القيادة طيب الموجودة. أستاذ طيب عصام، كيف يمكن التعليق على هذا الكلام؟ نعم أستاذ عصام. بالتأكيد يعني أولا يبدو أن هنالك ثقافة سائدة، نعم هنالك ثقافة سائدة في ذهنية المواطن العراقي وهو الذي لا يؤمن بالتغيير. التغيير هي حالة طبيعية. الولايات المتحدة الأمريكية هنالك حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، العملية تتم على أساس البرنامج الانتخابي. نعم. في بريطانيا حزب الأحرار، حزب المحافظين وحزب العمال، وهذه نتيجة حتمية لكل الحياة السياسية في كل دول العالم. طيب. هذا لا يعني أن الآخر يخطئ، ولكن أنا أحب أن أقول شيء للأستاذ عباس الموسوي، عليه أن لا ينظر نظرة سوداوية. الحياة موجودة، كل الكتل السياسية التي عملت في العراق قد أخطأت، وإلا بماذا تفسر حضرتك أن ائتلاف دولة القانون قد حصل الذي لديه فقط 9 مقاعد في مجلس النواب العراقي استطاع أن يحصل على هذا العدد الكبير في الانتخابات؟ صحيح أن هذه الانتخابات قد أتت من مقاعد التعويضية من بقية الكتل، ولكن أقول لك يا سيدي الفاضل، التغيير هو حالة طبيعية، وعدد ما حصل له المقاعد مصطفى النشيروان هو 23% وليس 30% إضافة لقائمة التحالف الاتحاد الإسلامي، وهذه بالتأكيد هذا لا يعني أنه سينسلخون من المطالب الكردية. طيب. موضوع كركوك لا يعني القيادة الكردية وحدها ولا يعني الآخرين، يعني سكان كركوك الذين الآن يقطنون في مدينة كركوك. هنالك ضغوط على القيادة الكردية. أنا أتمنى من حضرتك لو هنالك تصوير لأحد القنوات الفضائية التركمانية صورت عدد الأشخاص الذين يسكنون في ملعب الموجود، الملعب قد تحول إلى مسكن لكل المهجرين الذين عادوا. هنالك خلل في عملية
عملية معالجة كثير من الأمور الموجودة في كركوك. يعني هنالك لحد الآن لم يتم تعويض السكان الذين غادروا ولا السكان الذين أتوا، لم يتم العودة والتطبيق على أساس سجل 57. هنالك أخطاء. الموضوع ليس موضوع مطالبة القيادة الكردية، التغيير حالة طبيعية. الآن القيادة الكردية موجودة، بعد 100 سنة هذه القيادة غير موجودة. طيب. ولكن